كبيرة لدينا اليوم، ننتظر منها الكثير، خاصة بعد الضجة الإعلامية اللي صاحبتها في الأيام الأخيرة ومع التوافد الكبير للجماهير. راح نكون مع حضراتكم مباشرة وحصريا بعد قليل في بث حي ومباشر من ملعب الأنفيلد. اهلا وسهلا بكم اينما كنتم، نتواجد معكم في ملعب انفيلد حيث هذه الاجواء الخياليه والطقس المثالي الذي يساعد على التألق والاداء الرائع. من كابينه التعليق سوافيكم انا محبكم فارس عوض طيله اوقات هذا اللقاء. لحظات تفصلنا عن هذه المباراه في بطوله الدوري الانجليزي. فريق ليفربول في مواجهه سيتيزنز مانشستر سيتي، كل شيء رائع حقيقه. نتمنى لكم تجربه ممتعه مع هذه المباراه والاستمتاع بكل دقيقه فيها. منافس مانشستر سيتي الأول وخصم اللدود يعتبر نادي المان يونايتد، دائما مبارياته ما تكون مليئة بالحماس والإثارة، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد تقارب مستوى الفريقين بعد النقلة التي حدثت في السيتي. تنطلق المباراة مع نادي مانشستر سيتي. نبدأ تشكيلة ليفربول واضحة على الشاشة. أليسون بيكر في حراسة المرمى، جويل ماتيب سيلعب بجوار فان دايك في الخط الخلفي، تياغو الكانتارا سيبدأ مع فابينو في قلب الوسط، وفي الأمام سيلعب فيرمينو. برناردو سيلفا يتألق الحارس ويتصدى. ركنية تنفذ بشكل قصير. حلوة الكرة. محاولة لكن الحارس يتصدى بكل سهولة. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم نشاهد الآن على الشاشة. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، روبن دياز سيلعب إلى جانب لابورت في خط الدفاع، دي بروين سيبدأ مع برناردو سيلفا في قلب خط المنتصف، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. روبرتو فيرمينو بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. مجهود في منتهى الروعة لكنها بتروح سهلة إلى حارس المرمى، وتصدي سهل في اللقطة. رودريجو ملعوبة الكرة إلى رودري، الكرة تعود إلى ليفربول. الكل مركز عليه اليوم، الجماهير تضع ثقتها الكاملة فيه وتبحث بالتأكيد من أن يظهر بقوة في مباراة اليوم، وأكيد هذا أمر متوقع من لاعب مثله. بلا شك لاعب يبذل في مجهود كبير في أرضية الملعب، عنده تفاهم كبير مع زملائه، والآن مميز في بناء الهجمة. هجوم الآن مع تفكير في الخطوة المقبلة لتهديد المرمى. صلاح يفقد الاستحواذ. ليفربول يحاول استغلال الأطراف. فرصة خطيرة، إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. لا يمكن أن تفقد الاستحواذ في هذا المكان. يا رب، الشباك تهتز سريعا اليوم للمرة الأولى في المباراة. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة. شعرنا كما لو كان في الملعب
أمامه فاضي تماما. هدف رائع. رودريجو كرة تصل إلى فودين يتقدم في الهجوم، أمال كبيرة معلقة عليه، العرضية لا تمر في وجوده، والآن مع غريليتش، وصلت إلى غريليتش، فرصة تعديل النتيجة. الله الله، هدف هنا والرد يأتي سريعا هناك، ونعود إلى نقطة التعادل من جديد. الله على الإثارة. نشوف الكرة مرة ثانية وثالثة، وشوف المهارة، وشوف تجاوز المدافع، شوف حطت الكرة في الشباك. يا سلام على متعة هذا الهدف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. رودريجو، كيفن دي بروين، لاعب يقطع الكرة وبيبعد الخطورة. ضغط كبير مشاهدينا. روبرتو فيرمينو، فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته لتصدي لهذه الكرة المرتدة. ضاعت السيطرة من الفريق. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. تياغو الكانتارا بمروءة تقدم الكرة. 1-1، لكن إيدرسون هو أحسن واحد يتألق، يتصدى لهدف محقق الآن، ويفقد الكرة في مكان خطير أمام المرمى. الكرة في المرمى، هدف يعيد الفريق للتقدم في النتيجة. نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت، ثم سجلها أبو الصلاح من مسافة قريبة من المرمى. هدف في منتهى الروعة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. دي بروين، كرة تصل إلى فودن. ملعوبة إلى ماتيب. روبرتو فيرمينو، ممتاز هذا المرور، كانت خطيرة جدا، لكن تدخل بشكل رائع. حلوة التمريرة البينية. برناردو سيلفا، الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. ركنية تنفذ بشكل قصير، فرصة هدف التعادل. ضاعت الكرة، ضاعت أمام المرمى، البحث ما زال مستمرا عن هدف التعادل في هذه اللحظات. ضغط مستمر، لن يهدأوا حتى يسجلوا فيما تبقى من توقيت. شوف المساندة، كان بالإمكان أحسن مما كان. الكرة بتتخلص في هذه اللحظات. تمريرة بينية، يا سلام، حلوة الكرة، يا سلام على البينية. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس، وهنا ينجح في المرور. كرة سهلة في متناول حارس المرمى.
ضربة حرة لليفربول. تياغو الكانتارا، حلو التدخل من اللاعب بيخلص فيه الفرصة الماضية. تماس لصالح مانشستر سيتي. يتدخل ويستعيد الاستحواذ. ليفربول يحاول استغلال الأطراف. روبرتو فيرمينو. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. تمريرة حاسمة. يا رب، هدف من برناردو سيلفا. نشوف الهدف مرة أخرى. هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ثم شاهد الإنهاء المثالي للكرة. لا يهم الضغط، التعامل مع الموقف كان بشكل احترافي جدا. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. بدون مشاكل يعترض الكرة. ممتاز الحارس الآن في التقاط الركلة الركنية. تدخل ممتاز، افتكاك للكرة. عرضية باتجاه محمد صلاح. ابعاد سيء للأخطاء، ما زالت خطيرة. خطورة لم تعد موجودة هنا. رمية تماس. الآن مع فودن. الكرة تذهب من الفريق. الآن مع فودن. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. داروين نونيز بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. روبرتو فيرمينو. دي بروين. هنا مع هالاند. ضاعت الكرة هنا بتمريرة سيئة. كيفن دي بروين بدون تركيز، تمريرة خاطئة، الكرة بتضيع. فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. تصدي سهل من إيدرسون. هالاند. الآن عند رودري. كيفن دي بروين في المرمى. يا رب، يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. نشوف الهدف من جديد. بينية ترسل بشكل خطير، وذهبت الكرة إلى أقدام دي بروين الذي لم يرحم حارس المرمى، وأرسل كرة صاروخية لا تصد ولا ترد واستقرت في الشباك. ليفربول متأخر الآن. شوف التمريرة، واضح غياب التركيز، وشايف هنا انقطاع الكرة. بينية شكلها ممكن أن تصدر عن شيء. كرة
كرة مرتدة فيها خطورة. رائع الضغط العالي، هل تستغل في هذه اللحظات؟ تياغو الكانتارا بتروح إلى داروين. سهولة في نقل الكرة بين عناصر ليفربول. إيرلينغ هالاند. شوف قطع الكرة الأخيرة، تدخل ذكي في اللعبة الماضية. مان سيتي يهاجم. دي بروين. وصلت إلى برناردو سيلفا. والتصويب على المرمى. البحث عن كرة مرتدة. كان ممكن استغلال الهجوم المرتد بشكل أفضل في هذه الفرصة. كايل ووكر. برناردو سيلفا. مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. نشوف لقطة الهدف مرة أخرى. عرضية لعبها بدقة لزميلة، ثم الإنهاء الرائع للكرة. لمسة فنية مباشرة، لعبها على الطائر في الهواء لتعانق الشباك. حزن واضح الآن على ملامح وجه المدرب، خاصة لهذه النتيجة للفريق. أعتقد أنه بدأ يفكر في قادم المباريات. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. روبرتو فيرمينو. فرصة تقليص الفارق الآن. بكل أريحية ينجح إيدرسون في التصدي للكرة. إمريك لابورت. تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. محاولة لتقليص الفارق. يا رب، هدف آخر يسجله حتى الآن ثنائية. ومن يدري ماذا يمكن أن يحدث، وهل يسجل الهاتريك فيما تبقى؟ شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، ومن هذه المسافة القريبة لا يمكن أن تضيع يا فيرمينو. مكانها الطبيعي في المرمى. شوف الهدف من جديد. استئناف اللقاء، وليفربول لديه دفعة معنوية ممكن أن تساعد في إدراك التعادل. أوهو، يفقد الكرة هنا، تصبح خطيرة على المرمى. بكل أريحية ينجح إيدرسون في التصدي للكرة. كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة. كيفن دي بروين إلى كايل ووكر. لا يملك الكثير من الوقت. إنقاذ رائع للتسديدة. محمد صلاح. تقدم هجومي مع إمكانية تشكيل هجمة واحدة. ضغط عالي ناجح، هل يسفر عن شيء؟ الضيوف لديهم الأفضلية والتقدم في النتيجة حالياً مع اقتراب الشوط الأول من نهايته. مان سيتي مشاهدينا يقترب من الخروج بالتقدم في الشوط الأول. التقدم في مباراة مهمة قوية وندية كبيرة من الفريقين، لكن الخروج متقدماً سيعطي أفضلية كبيرة قبل بداية الشوط الثاني للمباراة. والكرة خارج الملعب إلى ضربة زاوية. بيلعب التمرير أرضية. أنا مع فودن. برناردو سيلفا. الكرة مع الليفر. إيلوت. والآن مع هالاند.
فودن يفقد الكرة الآن. ليفربول يحاول استغلال الأطراف. تياغو ألكانتارا بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. صلاح والمساحة الكبيرة على الجناح. تلعب على القائم القريب الآن. عرضية بيخلصها حارس المرمى بدون أي صعوبات. فودين الآن مع فودين. كرة لم تبتعد، ما زالت الخطورة قائمة. دي بروين، الكرة بتروح لهالاند. جرينيتش، مستحيل، الكرة في المرمى والفارق أصبح هدفين لمصلحة مانشستر سيتي. نشوف الهدف من جديد. تيكي تاكا رائعة كانت في بناء الهجمة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. اللعب يتواصل مع ضربة البداية. مباراة غزيرة الأهداف من الفريقين. نهاية الشوط الأول مشاهدينا من المباراة في ملعب أنفيلد. ضربة البداية مشاهدينا، شوط المباراة الثاني، ليفربول أمام جبل يتسلق من أجل العودة في النتيجة بالتأكيد إذا تغير الأداء. عرضية مرسلة من محمد صلاح. والآن وصلنا لنهاية هذه الفرصة. تحول في الاستحواذ. جويل ماتيب، روبرتو فيرمينو يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. اعتراف بدون مشاكل. صلاح يفقد الاستحواذ. والآن هجوم وتقدم إلى الأمام مع بحث عن فرصة لتهديد المرمى. جواو كانسيلو الآن يبحث عن افتكاك الكرة بعد أن كان مسيطرا عليها. واضح، يتقدم بالكرة. مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. رمية تماس لليفر. والآن تخرج إلى ضربة ركنية. وأخيرا الفريق يحصل على فرصة، ومع أصوات هذه الجماهير تبحث عن العودة من جديد في المباراة. تسديدة قوية لكن بدون دقة، راحت الكرة بعيدا عن المرمى، لم تشكل أي تهديد وأي خطورة، كان عليه استخدام حل آخر. ضاعت الكرة. تياغو ألكانتارا. عرضية ضعيفة تبعد من أول مدافع. برناردو سيلفا. دي بروين يتقدم لتقديم حلول هجومية. انطلاقة كانت مبكرة بعض الشيء وبالتالي تسلل موجود. يعاني مع كل كرة، اعتقد ان الإصابة واضحة على حركته في أرضية الملعب. ملعوبة إلى تياغو ألكانتارا. يمنع التسديدة من المرور. قصيرة الزميلة. تمركز سليم من المدافع، يقطع الكرة العرضية.
تمريرة بدون تركيز والكرة بتروح للفريق الآخر. فيرمينو هنا يظهر الحارس ويتصدى. استعادة الكرة بشكل ممتاز بعد ضغط متقدم. معاناة كبيرة واضحة الآن وبادي أيضا على وجهه، وبالتالي راح يكون في تغيير. فرصة لتقليص الفارق. مستحيل هذا التصدي يا إيدرسون، الكرة من هذا المكان، هذه الفرصة فرصة هدف محقق، لكن إيدرسون يرفض هذا الحديث. ركنية تنفذ بشكل قصير. المرمى مفتوح، المرمى فاضي والكرة في الشباك. هدية لن يرفضها أحد بالتأكيد. نعود مرة أخرى والنتيجة 5-4، 9 أهداف في لقاء مثير مليء بالأهداف. دي بروين تمريرة سيئة تذهب للفريق الآخر مباشرة. أعتقد أن اللاعب يعاني من إصابة، وأعتقد بأنه غير قادر على مواصلة هذه المباراة. الخطورة بعد حسم الأمر في اللقطة. كيفين دي بروين. مانشستر سيتي يحاول استغلال أطراف. قد تكون هذه الفرصة. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. فرصة متاحة. تدخل وإبعاد الخطورة. أكيد تصدي حارس المرمى حاسم في اللقطة الماضية، لو دخلت هذه الكرة لاختلفت الحسابات وأصبحت العودة مستحيلة. انظر على حراسة المرمى تتحمل عبء المباراة في هذه الأثناء. تدخل خطير في منطقة الجزاء، امتكاك سليم للكرة. روبرتو فيرمينو ينطلق بالكرة نحو المرمى. إيدرسون يتألق. الله على ردة الفعل. والتغيير هنا في صفوف ليفربول. تلعب في داخل المنطقة. مرمى رأسية قوية. حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل. ضغط متقدم على الخصم. خرج بالكرة بدون أي مضايقة. يعاني في الحركة بسبب الإصابة، والمدرب مطالب بتبديله حتى ما تتفاقم الإصابة. استعادة للكرة بعد ضغط عالي ممتاز. حلوة الكرة. كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية. ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل والبحث عن التعادل مستمر. الكرة بتروح بعد تمريرة خاطئة. ليفربول يهاجم. التسديدة قوية مرت فوق العارضة. غريليتش الآن مع دي بروين. يتدخل ويستعيدها من جديد. شوف الصلابة، انظر إلى القوة البدنية في الاحتفاظ بالكرة. روبرتو فيرمينو بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. رودريجو كرة تصل إلى غريليتش. شوف كيف خلصها. يا سلام على قطع الكرة. هجوم من الليفر. المدافع يمنع الكرة العرضية من الوصول إلى منطقة الخطر. الهجوم المرتد. يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا
يعرف سوى التسجيل. اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. انظر إلى الهدف من جديد، شاهد الهدام، تابع المهارة، شوف النهاية، شوف الدقة، شوف الفرحة، شوف الهاتريك. روعة ومهارة وإبداع مستمر في هذا اللقاء. نتيجة من الصعب تصورها في هذه المباراة، 10 أهداف 6-4. الكرة وصلت لمحمد صلاح، عرضية مرسلة من محمد صلاح وبدون أي مشاكل الكرة في أحضان حارس المرمى كيفين دي بروين. برناردو سيلفا مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. مساحة كبيرة أمام صلاح على الطرف. فابينيو بيلعب الكرة على الطاير. إنقاذ رائع للتسديدة. كيفين دي بروين. برناردو سيلفا. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. راحت الكرة بعد تمريرة سيئة. أثر الإصابة واضح عليه والمدرب ممكن يجي لتغيير الآن. ليفربول يهاجم. يلعب الكرة باتجاه المرمى. تصدي سهل من إيدرسون. ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن ثلث. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. إيرلينغ هالاند. حلو التدخل واعتراض الكرة. يعاني في التحرك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية. نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. بكل أريحية ينجح إيدرسون في التصدي للكرة. هي التسديدة. برافو إيدرسون، ردة فعل كبيرة في هذه اللقطة. ركنية ملعوبة في 18. لن تدخل بعد، المدافع يبعدها. هدف محقق بضيع في اللقطة الماضية. تدخل في منتهى الروعة. الدقائق الأخيرة في المباراة والنتيجة هنا تشير لتقدم مريح لمصلحة مانشستر سيتي. يقرب مع كل لحظة من الانتصار. أداء رائع في التحقيق وتقدم مستحق. بودن وفرصة هدف. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. نشوف الهدف من جديد. المحاولة الأولى لم تدخل المرمى وترتد الكرة وتستمر الخطورة لتأتي بعدها بعد ذلك المتابعة المباشرة لتسكن الكرة داخل الشباك. خسارة تهديفية في هذا اللقاء. مشاهدينا شهية الفريقين مفتوحة للتسجيل في هذه المباراة. حلوة الكرة البينية من جانب برناردو سيلفا. كرة بتخطئ المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. واضح تأثير الإصابة على اللاعب، وتوقع أنه راح يستبدل المدير الفني في الدقائق القادمة. تدخل دفاعي قوي. جاءت بطاقة تخرج في هذه اللحظات. كرت أصفر في وجه لاعب ليفربول. عليه بأن يكون أكثر حذرا في التدخلات القادمة ليتجنب الكرت الأحمر. الآن مع
فودين. أوه على تصدي خيالي من أليسون من هذه المسافة، تعني هدف 100%، لكن تألق أليسون في إبعاد الكرة. مساندة تصل الآن، فرصة خطيرة مع دي بروين. تصدي سهل من أليسون بيكر. فابينيو 10 دقائق ويطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة. كم ممكن تنفذ الركنية بشكل أفضل؟ ضربة زاوية لليفربول. ما زالت الخطورة هنا، يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. الضغط يتواصل بضربة ركنية أخرى، بيرفعها في وسط 18، نجح في إبعاد الضربة الركنية. روبرتو فيرمينو بيجرب بيشوت، والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. إيرلينغ هالاند، المساحة أمامه في هذه اللحظات. منذ متى وقوة التسديد هي الحل في التعامل مع الانفرادات؟ كرة كادت أن تدخل المرمى لكنها مرت قريبة. رائع في قراءة الفريق الخصم. رودريجو، ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت. بودن وفرصة هدف. ردة فعل كبيرة من أليسون. ليفربول يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. بيلعب قصيرة لزميلة كيفن دي بروين. دي بروين ينطلق في منطقة العمق الآن. اعتراض هنا ينهي الخطورة. ركنية ضعيفة لم تشكل أي خطورة. روبرتسون، فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. الهجمة في بدايتها كان شكلها خطير، كان ممكن تشكل فارقا لكنها لم تشكل أي تهديد. برناردو سيلفا، والآن مع هالاند. دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. احتفاظ ممتاز بالكرة حتى تأتي المساندة الآن. راحت الكرة من مانشستر سيتي. كيفن دي بروين يفقد الكرة. دي بروين بكرة بينية يكسر الخط الخلفي. الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مجهود. فرصة خطيرة الآن. فنيات كبيرة في التسديد على الطاير هنا، كادت أن تكون في الشباك ومرت قريبة جدا من المرمى. برناردو سيلفا يفقدون السيطرة الآن. جيمس ميلنر، عرضية جميلة جدا لكن لا وجود للمتابعة. كيفن دي بروين
ضاعت الكرة بعد التمريرة السيئة هنا. فرصة لكرة مرتدة سريعة. كان ممكن يكون في حلول كثيرة في هذه المحاولة. فرصة الواحد على واحد الآن. هجمة مستمرة مشاهدينا. هدف تقليص الفارق، لكن التوقيت متأخر جدا. صراع مع الزمن من أجل العودة ربما تكون مستحيلة. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة. شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة من مسافة قريبة. أكيد الهدف مضمون. نتيجة كبيرة اليوم من جانب الطرفين، أهداف كثيرة، ممتع هذا اللقاء. تسديدة مشاهدينا، انتصار للسيتيزنز وتحقيق لنقاط الثلاث. بوجود فارق الهدفين كان الفريق يلعب بأريحية أكبر، خاصة في الدقائق الأخيرة. أكيد الكل مرتاح لتحقيق النقاط الكبيرة.